فيما يتعلق بسوريا تبادلنا الرأي عما حدث أمس وعن أهمية أن تقبل الحكومة السورية بما تقرر من بدء حوار لعقد اجتماع هام، مؤتمر هام في الجامعة العربية خلال 15 يوما للتوصل لما هو مطلوب الآن من وقف أرمال العنف، من بدء إصلاح حقيقي لإنهاء هذه الأزمة. ومعالي الوزير سوف يقوم أيضا باتصالاته مع الحكومة السورية في تقديم هذه فرصة حقيقية للأخوة في سوريا لانتهازها والاستفادة منها، لأننا جميعا نحرص على سوريا ونخشى من تزايد الضغوط والتدخلات الغير حميدة في الشأن السوري في حال عدم انتهاز هذه الفرصة المتاحة. هم تحفظوا على هذا الموضوع، لكن الرأي العام كان أنه قطر باعتبارها رئيسة هذه الدورة، فقطر موجودة بحكم رئاستها للدورة وليست كدولة قطر، لكن الوفد القطري أبدى عن استعداده. إذا كان هذا يخلق أي إشكالية سوف لن يكون في رئاسة هذه اللجنة.